منورني وتشرفني في برنامج سبوت لايت. نجمة متألقة صوتها رائع، أول ما بنسمع صوتها بنعرف على طول هي مين، يعني أول ما بتقف على المسرح كده بيكون في إبداع. معايا النهاردة النجمة الجميلة مي فاروق، أهلا بيكي في سبوت لايت. أهلا وسهلا بيكي حبيبتي. دايما متألقة ودايما أول ما بنعمل سيرش على مي فاروق يطلع معها سيرة الحب ويطلع معها كل أغاني أم كلثوم وجمالها. دايما الناس ربطاكي بأم كلثوم، دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ بس هي حاجة حلوة قوي ومش هقول حاجة وحشة، بس هي سلاح ذو حدين شوية. طبعا حاجة حلوة قوي ان هي خلاص حبيتك ووثقت فيكي قوي في الحتة دي وبقت بتستناكي تعملي حفلات لأم كلثوم. بالظبط، لان يعني بيبقى عنوانها أم كلثوم. بالظبط، بتفكري الأجيال القديمة بالزمن اللي كانوا فيه وبتسمعي الأجيال الجديدة كمان الحاجات اللي هم ما تربوش عليها. صح. لكن الربط بتاع انه مي وام كلثوم، بس ده بيحطني انا في حته انه الناس بقى تفتكر انه ما بتعرفش تغني غير ام كلثوم، او ابتدوا مقارنات بيني وبينها، ومفيش حد يعني ما ينفعش حد يقارن بين حد وبين ام كلثوم. دي ام كلثوم يعني احنا بنحبها فبنغني لها، فبيبقى شويه الموضوع ده يعني حساس حبتين، انما هو طبعا حاجه حلوه جدا. انا قريت لك كمان تصريح قلتي انا بتظلم لما بيتقال عليا مغنيه الاوبرا. ليه؟ هقول لك ليه. لانه بصي، هو اصله مغني الاوبرا ده مش اللي بيغني غنى شرقي. مغني الاوبرا مغني اوبرا، فن الاوبرا، انما هم ربطوني بدار الاوبرا لان انا دايما في كل مكان بقول ان انا بنت من بنات دار الاوبرا من صغري. صح. وانا بتشرف فرقه سليم سحاب. بالظبط بالظبط، وانا بتشرف ان انا بنت من المكان ده وتربيت فيه ووقفت اول مره على المسرح العظيم ده وانا عندي 8 سنين او 9 سنين. لكن هو مفيش حاجه اسمها في الدنيا انه يفضل اسمك مطرب الاوبرا، لانه المطرب مطرب يعني ما بيتربطش اسمه بمكان معين. مش بتظلم، بس اللي هو خلاص بقى احنا عرفنا اني بنت دار الاوبرا وانا طول الوقت بقول ده لاني بتشرف بيه وبفرح يعني. لكن هو مفيش حاجه اسمها مطرب مكان معين يعني او صح. باسم مكان معين. طيب انت من وانت صغيره وقفتي على مسرح الاوبرا، وده مسرح مش سهل ومسرح كبير وليه جمهور كمان ذواق، نفسك تقفي على مسرح ايه يا مي؟ يعني كل واحد فينا كده بيبقى عنده حلم، انت حلمك اي مسرح؟ بصي، هو انا الحمد لله حظي ان انا وقفت على مسارح مهمة في كل حتة. بس حلمي مكان معين يعني مش عارفة، بس نفسي أوصل أكتر لحتت أبعد من القطر العربي بتاعنا يعني. ليا ناس كتير الحمد لله مستمعين ومتابعين من أماكن كتير جدا، أنا نفسي بستغرب هم إزاي بيتابعوني، لأنه إيران مثلا وحتت عاملة كده فإزاي. بس نفسي أكون بره اكتر، بره بقى القطر العربي اصلا. طب بما اننا بنتكلم عن بره القطر العربي، مش عارفه ليه متخيله ان لو مي مثلا وسيلين ديون يعملوا ديو مع بعض. صح. يعني حاسه بالطبقات الصوت كده لو انتوا الاثنين واقفين على مسرح سوا هنسمع حاجه رائعه. لا دي تبقى حاجه. صح؟ يعني لا كفايه بس ان انا ابقى جنبها، دي سيلين ديون يعني حاجه عظيمه جدا. يعني يا رب، يعني مفيش حاجه بعيده على ربنا اكيد. طب احنا النهارده في بيت مي طبعا عاملين لها شويه زحمه، بس انا واقفه عند التكريمات. انت يعني دايما بشوف احيانا فنانين بيعملوا التكريمات في اوض معينه. يعني مثلا تقولي دي اوضه التكريمات بتاعتي، ده مكتبي. مي حطها في الصالون زي ما احنا بنقول كده. هقف عند صورتك هنا مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده كان امتى؟ ده كان سنة كام بالظبط مش متذكرة، بس من حوالي 6 سنين ونص. وفي عندك برضو كذا تكريم تاني من القوات المسلحة، المصرية ومن وزارة الداخلية وبتشرف جدا بالتكريمات دي، لأنها يعني بتحسسني ان انا يعني بأدي مهمة وطنية كمان مش بس فنية. فشرف كبير جدا ليا. انا الصوره دي بحبها جدا، صورتي مع سياده الرئيس، لان تقريبا دي الصوره الوحيده اللي عندي، في صور تانية انا ما عرفتش اخدها اتاخديها. بس لا عايز اقول لك انا اول ما دخلت على طول هي دي حطها برده في موقع استراتيجي زي ما لازم. طبعا لازم. وفي برده فوق حاجه اعتقد انت حاطه صوره ام كلثوم مع شيخ زايد الله يرحمه. أيوة. وايه اللي قدامها يا مي؟ اللي قدامها دي شهاده، مش شهاده تقدير، رساله حب كده جات لي في يوم من الايام، مفاجاه جدا، من بعض معجبيني من الشعب السعودي اللي انا
بحبهم جدا جدا، لقيتهم بعتين لي دي في يوم من الايام وفيها كلام كبير جدا جدا وغالي عليا.